تمام. انا بصيت شويه كده على الفيسبوك عندك، اي لقيتك من قريب سخرت من فيديو للفنانه دينا، كانت بتتكلم فيه عن طقوسها قبل اي رقصه بتدخلها وان هي بتدعي. ليه سخرت منها؟ انت جاي تحبسيني صح؟ ما انت منزلها عندك على الفيسبوك. ما سخرتش ولا حاجه، انا نزلت الفيديو. يعني كل واحد ليه قناعاته، وانا راجل مسلم واسلامي بيقول لي الحرام والحلال. وانت قلت لها الله يفتح عليك يا حاجه. وانا بقول لك انت عايزه تحبسيني، والله بالله عليك انا قايم من مرض وعايزه اشتغل، عايزه تقطعي عيشي خالص كده. ما انا بقى هسالك في الحته دي، انت كده ما كنتش يعني ما قلقتش او ما خفتش لما بتقول رايك بصراحه وجراءه انك انت تعلق على فيديو زي ده وتقول لها الله يفتح عليك يا حاجه؟ طبعا انا الحاجه زي دي لما انا اعلم ابني كده واكون ده موقفي ناحيه ابني او بنتي او كلام من ده، يعني ابني هيحترمني من جواه؟ هبقى راجل منافق يعني وبقول كلام يعني عكس ديني؟ يعني ديني انا مش متعصب، هو الدين سماحه، بس برضو الدين معرفنا الصح والغلط كل حاجه. زي ما حضرتك بتروح المدرسه بيقول لك مثلا وانت في المدرسه بتاعتك انت مذاكره النهارده الانجليش بتاعك ولا لا؟ لو ذاكرتي هتاخدي المجموع بتاع عمرك ما هتخش مثلا تقول انا جاي اغش النهارده، انا جاي اغش وهنجح. طب انا ربنا قايل لي الحرام والحلال، انا ما يعني ما اخدش بالي منه يعني؟ وبعدين لما اشوف حاجه زي كده لفتت نظري طبعا، ازاي يعني؟ ازاي ما ينفعش يعني؟ وانا مثلا يعني وانا رايح اعمل حاجه يعني تغضب ربنا اقول ربنا يسترها معايا يعني؟ ازاي يعني؟ انت مش مع حته ان تدعي قبل ما تدخل ترقص؟ حسابها طبعا عند ربنا يعني. انا مش انا اللي حاسب، بس انا عقيدتي وديني بيقول لي لا. دي حاجه من اللي كنت قايلها من شويه انك ممكن صراحتك او كده دي مخليه مش منتشر قوي في الوسط الفني، شايف هو ده السبب؟ وانا حابب ان انا كده يعني. انا طبعا ان انا ما يعني انا لو متضايق من حضرتك عمري ما هسلم عليكي، وعمري ما هروح يعني ما بروحش مثلا لمخرج انا متضايق منه واطلب ان انا اشتغل معاه، ولا ان هو يعني هيقول لي على حاجات ضد عقيدتي وضد اخلاقي واعملها. انا عندي ولاد، انا بالنسبه لهم قدوه. زمان وانا صغير ممكن اعمل اي حاجه، انت لسه في مرحله الشباب، لكن انا النهارده ولادي كبار، ازاي انا ابقى قدوتهم وانا بعمل الغلط؟ عشان انا امثل مثلا فاقول مثلا ان كده يعني ده حلال وان انا اعمل كده؟ طب انا اقول لك شرب الويسكي مثلا والخمر حلال مثلا يعني؟ يعني اقول لك كده يعني؟ اقول لك شرب المخدرات حلال عشان اشتغل مثلا؟ عشان لا 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 يوجد في امتي كاذب، وانا الحمد لله مش كاذب. الحمد لله. عندنا فقره دلوقتي اسمها محنه وعدت. ايوه اوكي. مريت طبعا بفتره